بدأنا في أول محاضرة لينا في النيوروجينيتال سيستم، اتكلمنا على الكيدني سيستم، برونيفروس والميزونيفروس والميتانيفروس البيرمننت كيدني. النهارده إن شاء الله بقى هنكمل الجزء الثاني، هنتكلم النهارده عن الكلوكا وعن الديفلوبمنت اوف يورينري بلادر اند يوريثرا. أول حاجة هتكلم على introduction صغيرة. ده عبارة عن sagittal section في الميل بلبس. لو احنا بصينا كده على الميل بلبس هنلاقي ان احنا قدام بيبقى عندنا urinary bladder، ورا بيبقى عندنا rectum وinner canal. لو احنا بصينا على الفيميل بلبس بقى هنلاقي ان قدام عندنا urinary bladder وurethra، والفاجينا هيبقى فيه الريكتم والانال كانال، يعني اليوترس والفاجينا موجوده ما بين اليورينري بلادر وما بين الريكتم والانال كانال. لو انتوا بصيتوا على نهايه الفاجينا تحت، على فتحه الفاجينا تحت، الفتحه دي اللي بتفتح فيها فتحه اليوريثرا وفتحه الفاجينا، هتلاقوا ان في الحته دي اللي انا بشاور عليها دي اسمها فيستيبيول اوف ذا فاجينا، اسمها فيستيبيول. الصوت مش واضح شباب، بيقطع. طيب كده ايه الاخبار، لسه بيقطع؟ تمام. طب دلوقتي سامعين كويس ولا في تقطيع؟ طيب دلوقتي لسه في تقطيع كويس. تمام، هعيد لكم طبعا الجزء اللي انا قلته في الاول، ولو الصوت قطع تاني يعني قولوا. ده عباره عن سيجيتال سيكشن في الميل بلفس. لو احنا بصينا كده في الميل بلبس هنلاقي ان عندنا قدام اليورينري بلادر واليوريثرا، ورا هيبقى فيه الريكتم والانال كانال. لو بصينا على الفيميل بلبس هنلاقي بقى ان احنا عندنا قدام اليورينري بلادر واليوريثرا، وراها اليوترس والفاجينا، وراها الريكتم والانال كانال. يعني اليوترس والفاجينا موجوده ما بين اليورينري بلادر وما بين الريكتم. لو احنا بصينا كده على الحته دي، شايفين الحته دي اللي بتفتح فيها فتحه اليوريثرا وفتحه الفاجينا، دي بنسميها فيستيبيول اوف ذا فاجينا. تعالوا بقى نتكلم على موضوع عنوان كده عندنا في الكتاب اسمه الكلويكا. احنا كنا في محاضره المره اللي فاتت كنا اخذنا فكره سريعه كده عنها، النهارده ان شاء الله هناخدها بالتفصيل. ده عباره عن لونجيتيودنال سيكشن في الامبريو بعد الفولو. الجزء اللي باللون الاصفر ده اسمه الجت. الجت بيبقى مقفول كرينيالي بالباكو فارنجيا ميمبرين، ومقفول كودي بالكلوكا. واحنا طبعا عارفين ان الجت مقسوم ليه ثلاث اجزاء، فور جت وميد جت وهاين جت. لو بصينا كده على الهاين جت هنلاقي فيه حته كده عامله زي الانبوبه طالعه منه وداخله جوه الامبليكال كود. الجزء ده بسميه الانتويس. الجزء من الهايند جت كودا للاوريجن اوف الانتويس، تحت مكان الاوريجن اوف الانتويس ما بين وما بين الكلواكا الممبرين، الجزء ده بسميه كلواكا. يبقى ايه هو الديفينيشن اوف كلواكا؟ It is the dilated caudal part of hind gut caudal to the origin of الانتويس. نوع الجيرم سيلز اللي في الكلواكا تتوقع ان هي ايه؟ هي لونها اصفر اهي، يبقى نوعها اندوديرم لان هي جايه من الجت. ده البرزنتيشن راحت مش باينه. طب ثانيه اعيد تاني. طب ثانيه كده، مفيش صوت عندكم يا شباب؟
بصوا كده الصورة مش باينة. الصورة باينة ولا مش باينة؟ مش باينة. تمام، انتوا ما عندكوش كل واجهة في الكتاب؟ طيب ثانية، دلوقتي كده انا فاتحة البرزنتيشن، باينة عندكم؟ حد بس يرد عليا. تمام، حلو. سؤال تاني، انتوا الكلوكة مش موجودة عندكم في الكتاب؟ حد هو يقول لي. معاكم الكتاب ولا مش معاكم؟ مش عارفة بصراحة، هو الكتاب مش معايا، أنا ما جبتوش. معاكم الكتاب؟ مش موجودة؟ طيب كويس إن أنتوا قلتولي إنها مش موجودة. مفيش مشكلة، طيب ماشي. كويس إن أنتوا قلتولي هذه المعلومة، إن هما ممكن يكونوا شالوها من الكتاب. مفيش مشكلة، أنا بس هديكوا فكرة عن تقسيمة الكلوكة علشان دي هتفرق معانا النهاردة في اليورينري بلادر وفي اليوريثرا. تمام، يعني كده كده احنا لازم نقول التقسيمة بتاعتها حتى لو مش في الكتاب. طالما مش في الكتاب يبقى هي مش هتبقى عليكم كنظري. مهمة للفهم طبعا، لازم نشرحها، علشان دي مهمة، علشان مش هينفع نقول اليورينري بلادر ولا هينفع نقول اليوريثرا غير لما نفهم تقسيمة الكلوك، فدي لازم نقولها. يعني حتى لو شرحها لكم من الكتاب ممكن ما تجيبوش امتحان ريتن، بس مش هينفع اشرح يورينري بلادر ولا يوريثرا من غير الكلوك. تمام، اوكي. يبقى ايه هي الكلوكة؟ هي عبارة عن الدايليتد، حاولوا بس الجزء ده اسمعوه كده معايا بتمعن طالما ان هو مش موجود في الكتاب. طيب يبقى اتفقنا يا شباب، ايه هي الكلوكة؟ هي عبارة عن دايليتد كودال بارت اوف هاين جات كود تو ذا اوريجين اوف الانتويز. تمام؟ طيب ده شكل الكلوكة، شكل تخيلي يعني. تخيلوا كده يا جماعة ان الكلوكة دي عاملة زي اوضة، والاوضة دي الارضية بتاعتها هي الكلوكة الممبرين، دي الارضية بتاعت الكلوكة. طيب دلوقتي الكلوكة دي انا عايزة اقسمها لاوضتين، اوضة قدام واوضة ورا. فالحل ان انا اعمل ايه؟ الحل ان انا انزل سبتم كده، انزل سبتم لتحت. اسميه يورو ريكتال سيبتم. اليورو ريكتال سيبتم ده هيتكون ازاي؟ الميزودير اللي في المكان ده، ميزودير اللي موجود ما بين الالانتويز وما بين الهاين جاب، هيبدا ينزل لتحت. نبص بقى للصوره اللي بعد كده، بصوا بقى معايا، ادي السيبتم ده اللي اسمه يورو ريكتال سيبتم، هيبدا ينزل باتجاه السهم كده علشان يقسم الكلواكه ل الطين. وهنا المنظر ادي من فوق، ده اليورو ريكتال سيبتم اهو بينزل لتحت باتجاه الكلواكل ميمبرين. طيب نكمل تاني الصوره اللي بعد كده، شفتوا ازاي اليورو ريكتال سيبتم ده بينزل لتحت؟ وهنا برضو نفس الشيء، نبص كده مع بعض، ادي اليورو ريكتال سيبتم اهو برضو نفس الشيء بينزل اهو لتحت. نكمل بقى الصوره اللي بعد كده، شفنا المنظر، اوكي. يبقى ادي اليورو ريكتال سيبتم نزل بطول، راح قسم الكلواكه لجزئين او جزء قدام وجزء ورا، وده المنظر من الجنب او من قدام. ادي اليورو ريكتال سيبتم بعد ما قسم الكلواكه لجزئين. الجزء اللي قدام ده هنسميه بريميتيف
يورو جينيتال ساينس. والجزء اللي ورا ده هسميه ريكتو انال كانيل. المهم ان الريكتو انال اليورو ريكتال سيبتم ده بعد ما قسم الكلويه لبريميتيف يورو جينيتال ساينس وريكتو انال كانيل هينزل تحت بقى ويقسم الكلويه الممبرين لجزئين. الجزء اللي قدام هسميه يورو جينيتال ميمبرين والجزء اللي ورا هسميه انال ميمبرين. يبقى انا كده عندي قدام بريميتيف يورو جينيتال ساينس مقفول بي ميمبرين اسمه يورو جينيتال ميمبرين، وعندي ورا ريكتو انال كانيل مقفوله من تحت ميمبرين اسمه انال ميمبرين. تعالوا بقى هنا نبص على المنظر ده، بصوا التقسيمه ادي اليورو جينيتال سيبتم قسم الكلوكه لاوضتين، قدام اسمها بريميتيف يورو جينيتال ساينس واوضه ورا اسمها ريكتو انال كانيل، وبعد كده قسم ارضيه الكلوكه لجزئين، جزء قدام الارضيه اللي هي الكلوكه الممبرين يعني قسم الكلوكه الممبرين لجزئين، الجزء اللي قدام اسمه يورو جينيتال ميمبرين والجزء اللي ورا اسمه انال ميمبرين. طب تعالوا بقى نعرف سبب تسميه الاسامي دي. البريميتيف يورو جينيتال ساينس سميناه بالاسم ده لان هو هيعمل اليورينري بلادر وهيعمل اليوريثرا، عشان كده سميناه يورو جينيتال ساينس. والريكتو انال كانيل دي هتعمل الريكتر وهتعمل الابر بارت اوف انال كانيل، عشان كده سميناها ريكتو انال كانيل. وعشان كده سمينا السيبتم ده يورو ريكتال سيبتم، يورو ريكتال، يورو ريكتال لان هو هيفصل ما بين حاجات في اليورينري سيستم، يعني ده الجزء اللي هحكيه النهارده في الموديول بتاعي، وحاجات في الدايجستيف سيستم دي هرجع اتكلم عليها السنه الجايه ان شاء الله لما تبقوا في سنه ثالثه، هنتكلم في الريكتو انال كانال دي، يعني هنرجع نسمع حته الكلوكه دي تاني في السنه الثالثه. تمام؟ طيب تعالوا نبص السكشن السكشن اللي احنا شفناها في اول المحاضره. بصوا انا كان عندي الميل بيلفس في يورينري بلادر ويوريثرا قدام ورا ريكتوم وانال كانيل، نفس المنظر اهو يورينري بلادر ويوريثرا هتيجي من البريميتيف يورو جينيتال ساينس وريكتو انال كانيل هتعمل الريكتوم والانال كانيل. طيب فاكرين يا شباب في المحاضره اللي فاتت لما قلنا ان الميزونيفريك داكت بتفتح في الباك اوف كلوكا، فاكرين لما قلنا الكلام ده؟ هتفتح فين بقى؟ هتفتح في البريميتيف يورو جينيتال ساينس ولا هتفتح في الريكتو انال كانيل؟ هتفتح بقى في الحته اللي هتعمل اليورينري بلادر. يعني ادي الميزونيفريك داكت اللي احنا اتكلمنا عليها في اول محاضره هتفتح في الباك اوف بريميتيف يورو جينيتال ساينس. دلوقتي بقى انا هعمل ايه يا شباب؟ هطلع من الصور البريميتيف يورو جينيتال ساينس، وعلى فكره ده الالانتويز اهي، هي كونكتد الالانتويز، هطلعها هي والميزونيفريك داكت من الصور. تمام كده؟ يبقى انا كده طلعت البريميتيف يورو جينيتال ساينس مقفوله من تحت بميمبرين اسمه يورو جينيتال ميمبرين وكونكتد فوق بالالانتويز وبيفتح فيها من ورا الميزونيفريك داكت. دلوقتي البريميتيف يورو جينيتال ساينس ده هنقسمه بمكان دخول الميزونيفريك داكت لاوضتين، اوضه اسمها فيزايكو يوريثرال كانيل، فيزايكو يعني يورينري بلادر، يوريثرال يعني يوريثرا، شوفي هي بتقول عن نفسها، واوضه اسمها ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. لو لاحظنا كده يا جماعه ان الميزونيفريك داكت فاتحه فين هنا؟ فاتحه في الباك اوف ذا فيزايكو يوريثرال كانيل زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ هنرجع نقسم بقى الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس، هنرجع نقسمه هو كمان لاوضتين اهو، هنرجع نقسم الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس ده لاوضتين، اوضه فوق اسمها بيلفيك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس واوضه فاليك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. يبقى انا كده لو عايزه بقى اتكلم على تقسيمه الكلوكه دي، التقسيمه بقى اللي هتهمني عشان اتكلم على اليورينري بلادر وعلى اليوريثرا. الكلوكه كديفينيشن هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الدايليتد كودال بارت اوف هايند جاد كودال تو ذا اوريجن اوف الانتويز. الكلوكه بتتقسم ب
اليوروريكتال سيبتم لجزئين، جزء قدام اسمه بريميتيف يوروجينيكال ساينس، وجزء ورا اسمه ريكتو انال كانال. والبريميتيف يوروجينيكال ساينس ده هيتقسم بمكان فتح الدخول الميزونفريك ده لفيزايكو يوريثرال كانال قدام وديفيتيف يوروجينيكال ساينس ورا، او زي كويريثرا الكنين سوي بس شبابه كير. معاكم يا شريف؟ يبقى زي ما قلنا البريميتيف يوروجينيتال ساينس معلش انا بس اللي قفلت الصوت، كنت بعمل حاجه بس وجيت على طول. البريمتيف يوروجينيتال ساينس دي هتتقسم لمكان فتح الدخول الميزونفريك ده لفيزايكو يوريثرال كانال فوق وديفنتيف يوروجينيتال ساينس تحت. وهنرجع نقسم الديفنتيف يوروجينيتال ساينس لبلفيك بارت اوف ديفنتيف يوروجينيتال ساينس وفاليك بارت اوف ديفنتيف يوروجينيتال ساينس. نبص بقى مع بعض على الفيديو ده اللي هيورينا الكلوكة وهي بتتقسم. بصوا بقى معايا، ادي الكلوكة اهي، كان اليورو ريكتال سيبتم، هيجي بقى الميزوجر هينزل تحت. بصوا ازاي بينزل اهو علشان يقسم الكلوكة القطين اللي هي البريميتيف يوروجينيتال ساينس ودي الريكتو انال كانال، وبعد كده بيقسم الكلوكه الممبرين تحت الجزئين يوروجينيتال ممبرين قدام وانال ممبرين ورا. وطبعا الميزونيفريك دكت اهي فاتحه في البريميتيف يوروجينيتال ساينس. تعالوا بقى نتكلم على الجزء ده، طبعا هتلاقوه في الكتاب اللي هو الديفلوبمنت اوف يورينري بلاد. ليه انا اتكلمت على الكلوكه رغم ان هم شالوها من الكتاب؟ انا طبعا للاسف ما بصيتش على الكتاب فما كنتش اعرف ان هم شالوها، هي كانت موجوده في كتاب السنه اللي فاتت. ليه انا بقولها رغم ان هي اتشالت من الكتاب؟ لان التقسيمات اللي انا قلتها لكم، يعني كلمه بريميتيف يوروجينيكال ساينس دي هنسمع عليها في يورينري بلادر وهكذا، كده كده لازم نبقى عارفين المسميات دي، وحتى وان كانت هي مش علينا كنظري. نتكلم بقى عن يورينري بلادر. اليورينري بلادر شكلها بيراميدال ان شيب، ليها ايبكس، الايبكس بتبقى كونكتد للباك اوف امبليكس بليجمنت اسمه ميديان امبليكال ليجمنت، وليها بيس دايركتد بوستيريورلي، ودي النك اوف يورينري بلادر اللي بيطلع منها الايه اليوريثرا. لو انا بصيت على اليورينري بلادر من جوه هلاقي ان هي فيها ثلاث فتحات، فتحه اليوريدر موجودة في السوبيريور لاترال انجل وفتحة اليوريثرا تحت، وفي ما بينهم حتة تريانجل كده ان شيب، دي اسمها تريجون اوف يورينري بلادر. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هي السورسز اوف ذا يورينري بلادر. الفيزايكال كانال هتعمل اليورينري بلادر ما عدا التريجون، والالانتو الالانتويز ده هنقسمه لجزئين، بروكسيمال بورت وديستال بورت. البروكسيمال بورت ده هيعمل الابيكس اوف يورينري بلادر، والديستال بورت ده الاول بيبقى عامل زي الانبوبه كده. الديستال بورت ده اسمه ليه اسم تاني اسمه يوريكس، يوريكس. الديستال بورت ده او اليوريكس دي بعد كده بيحصل لها فايبروسس وتتحول الى ليجمنت اسمه ميديان امبليكال ليجمنت. الميديان امبليكال ليجمنت ده بيعمل كونكشن ما بين الابيكس اوف يورينري بلادر وما بين الباك اوف امبليكس. بعد كده اخر حاجه الترايجون اوف يورينري بلادر ده هيجي من الميزونفريك، الميزونفريك ده دي اللي هتعمل الترايجون اوف يورينري بلادر. طب تعالوا نشوف بقى ازاي الميزونفريك ده هتعمل الترايجون اوف يورينري بلادر. بص كده مع بعض، ادي
الفيزايكو يوريثرال كانال وانا بص عليها من ورا، فاتح فيها الميزونيفريك دكت، وده اليوريتريك بود. اخذنا في اول محاضره ان اليوريتريك بود ده بيطلع من الدورز الاسفل اوف ميزونيفريك دكت، وبعد كده بيرجع لورا يلاقي في سكته الميتانيفروس يعمل لها بينتريشن ويعمل الكلمه. طبعا ده هيعمل اليوريتر والميتانيفروس هتعمل الكلمه. عايز اسالكم سؤال، هل المنطقي ان اليوريتر بتاعي يبقى فاتح في دكت، ولا المفروض ان هو يفتح دايركتلي في الفيزايكو يوريثرال كانال؟ المفروض ان هو يفتح دايركتلي في الفيزايكو يوريثرال كانال اللي هي هتعمل اليوريناري بلادر. طبيعي ان اليوريتر بيفتح دايركتلي في اليوريناري بلادر. الحل ايه يا شباب؟ ده من الميزونيفريك دكت الحته دي بيحصل لها انكوربوريشن، او في الكتاب كلمة incorporation او ليها اسم تاني ليها absorption. طب كلمة incorporation او absorption دي معناها ايه؟ تعالوا نشوفها مع بعض في الفيديو اللي جاي. بصوا كده معايا، دي الفيزايك، دي الميزونيفريك دكت بتفتح في الباك اوف ذا فيزايكو يوريثرال كانال. هل كلمة incorporation او absorption معناها ان هي هتخرم الفيزايكو يوريثرال كانال؟ لا مش معناها كده. امال معناها ايه؟ كلمه absorption وincorporation معناها ان الجزء ده اللي انا بدور عليه من الميزونيفريك دكت هيوسع، يعني فتحتها هتوسع. شفنا المنظر، شايفين الحته اللي وسعت دي؟ ده معنى كلمه incorporation او absorption، فتحت الميزونيفريك دكت وسعت، والجزء ده اللي انا بشاور عليه ده هيبقى جزء من الول اوف يورينري بلادر او جزء من الفيزايكو يوريثرال كانال. ده معنى كلمه absorption او incorporation. تعالوا بقى نبص مع بعض في الصور كده. يبقى الحته دي من الميزونيفريك دكت المفروض ان هي توسع. بصوا عينينا بقى على الحته اللي انا بشاور عليها دي اللي عينيها دايما. شفنا المنظر، يبقى ده معنى كلمه absorption او incorporation of the mesonephric duct في الفيزايكو يوريثرال كانال او في اليورينري بلادر. لو بصينا كده الحته دي الزرقاء دي اللي هتعمل الترايجون اوف يورينري بلادر، دي اللي هتعمل الترايجون. انا هنا حليت مشكله ان اليوريتر بقى فاتح بفتحه مستقله في اليورينري بلادر في الفيزايكو يوريثرال كانال، وده المنطقي. بس انا لسه في عندي مشكلتين. المشكله الاولانيه ان الترايبون شكله مثلث، لكن الحته دي شكلها مش مثلثه. المشكله الثانيه ان الحته دي من الميزونيفري دكت دي اللي هتعمل الفيوتشر ايجاكيولاتوري دكت، واحنا عارفين ان الايجاكيولاتوري دكت دي مش بتفتح في اليورينري بلادر، امال بتفتح فين؟ تحت هنا في الباك اوف بروستاتيك يوريثرا. يبقى الحل ايه يا جماعه؟ الحل ان يحصل further absorption and downward migration للميزونيفريك دكت. نبص بقى عينينا على الحته دي. بصوا انا شفت الميزونيفريك دكت هنا بتعمل ايه؟ بتنزل لتحت اهو، بيحصل لها further absorption and incorporation. نكمل بقى لتحت اكتر، بتبدا تنزل وكل ده عماله توسع 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 توسع، والحته دي بقت جزء من الول اوف يورينري بلادر، دي اللي هتعمل الترايجون. بصوا بقى معايا، شفنا المنظر، يبقى الجزء ده دي الابزورب ميزونيفريك دكت او الانكوربوريتد ميزونيفريك دكت، عملت لي الترايجون اوف يورينري بلادر. وايه اليوريتر؟ ده مكان اليوريتريك بار بقت بقى فاتح في السوبيريو لاترال انجل بتاع اليورينري بلادر. ولو نلاحظ كده يا جماعه الميزونيفريك دكت بعد ما عملت الترايجون اوف يورينري بلادر هتنزل لتحت وتعمل الابر بارت اوف بوستيريور وول اوف بروستاتيك يوريثرا. هنا طبعا مكان البروستات بتبقى موجوده تحت النيك اوف يورينري بلادر، فنلاحظ ان البوستيريور وول بتاعها مش كله، الابر بارت بتاعه بس ده كمان معمول بالابزورب الميزونيفريك دكت، ودي بقى طبعا دي اللي هتبقى الايجاكيولاتوري ده اللي هتفتح فيه الباك اوف بروستاتيك يوريثرا. تعالوا كده نبص على المنظر من جنب. بصوا بقى المنظر، ادي ده اليوريتر اللي هو كان جاي من اليوريتريك بارت، ودي الابزورب الميزونيفريك دكت لما طبعا وسعت
فتحتها وسعت وبقت جزء من الوول اوف يورينري بلادر، هتعمل الترايجون اوف يورينري بلادر، وبعد كده هتنزل تعمل الابر بارت اوف بوستيريور وول اوف بروستاتيك يوريثرا، والحته دي اللي هتعمل الاجاكولاتوري. يبقى احنا كده خلاص عملنا اليورينري بلادر. تعالوا بقى نجمع مع بعض يا شباب اليورينري بلادر ايه هي السورسز بتاعتها. يا ترى ايه هي السورسز وانواع الجيرم سيلز اللي موجوده في اليورينري بلادر؟ انا كان عندي كنال اسمها فيزايكو يوريثرال كنال. الفيزايكو يوريثرال كنال دي هتعمل اليورينري بلادر كلها ما عدا الترايجون. طبعا الفيزايكو يوريثرال كنال دي جزء من الكلوكة، والكلوكة دي جزء من الهايند جات، يعني نوع الجيرم سيلز اللي موجوده في الكلوكة اندودر. يبقى معنى كده ان اليورينري بلادر بيبقى كل تركيبها اندودر ما عدا حته الترايجون. تاني حاجه الميزونيفري دكت، الابزوربد ميزونيفريك دكت دي هتعمل الترايجون اوف يورينري بلادر. واحنا طبعا عارفين يا شباب ان الميزونيفريك دكت نوع الجيرم اللي فيها سيلز فيها ايه، لما قلنا في المحاضره اللي فاتت ميزوديرم، لان هي جايه من الانترميديت ميزوديرم. معنى كده ان الترايجون ده في نوعها ميزوديرم، بس برغم ان الاكستيريور لايننج اوف ذا ترايجون اوف يورينري بلادر ده ميزوديرم فعلا، بس اللي بيحصل ايه؟ ان مع الوقت الاندوديرم اللي مبطن بقيه اليورينري بلادر اللي هو اصلا جاي من الفيزايكو يوريثرال كانال هيزحف ويغطي على الميزوديرم اللي موجود في الترايجون. بمعنى ان المحصله ان احنا عندنا احنا في الادلت كل اليورينري بلادر من جوه متبطنه بالميوكوزا، يعني كلها متبطنه بيه. الميوكوزا دي معناها ايه؟ رغم ان الترايجون هو اصلا ميزوديرم لان هو جاي من الميزونيفريك دكت، الا ان الاندوديرمال لاينينج بتاع الفيزايكو يوريثرال كانال زحف وراح ايه حصل له ريبليسمنت بقى، يعني غطى على حته الميزوديرم بتاع الترايجون، فبقى كل اللاينينج بتاعنا واحد. تمام، ده بالنسبه للابيثيليال لاينينج اوف ذا يورينري بلادر. انما بقى السموث ماسلز بتاع اليورينري بلادر دي بتيجي من حاجه اسمها سبلانكينج ميزوديرم. اي سموث مصل عندي في جسمي، دي قاعده ان شاء الله هنعرفها في سنه ثالثه، هرجع اقول لكم الكلام ده تاني ان شاء الله السنه الجايه ان كان لينا عم. ان في حاجه اسمها سبلانكينج ميزوديرم، ده اللي بيعمل السموث مصل بتاعت الجي اي تي كلها، وبيعمل السموث مصلز بتاعت الريسبيراتوري سيستم، وبيعمل السموث مصلز بتاع الريسبيراتوري والدايجستيف سيستم واليورينري سيستم. يبقى احنا كده خلصنا اليورينري. تعالوا كده بقى نتفرج مع بعض على الفيديو الصغير ده اللي هيبين لنا موضوع الابزوربشن او الانكوربوريشن اوف ذا ميزونيفريك دكت علشان تعمل الترايجون اوف يورينري بلادر. دي طبعا الفازايكو يوريثرال كانال فاتح فيها من ورا الميزونيفريك دكت اهي، ودي اليوريتريك باد اللي رايحه تدخل بقى ايه في الميتانيفوس. نشوف بقى الصوره دلوقتي الحته دي، ونبص على اليورينري بلادر من ورا، نبص على الفيزايكو يوريثرال كانال من ورا، تفتح فيها الادي الميزونيفريك دكت، بتفتح فيه الباك اوف ذا فيزايكو يوريثرال كانال، وده اليوريتريك دكت بيطلع من الدور زي الاسفل الميزونيفريك دكت ويعمل بنتريشن للميتانيفوس. ده طبعا كان محاضره المره اللي فاتت. زي ما اتفقنا انا ما ينفعش الميزونيفريك دكت تبقى فاتحه كده في الفيزايكو يوريثرال كانال، لازم اليوريتر يفتح دايركتلي في الفيزايكو يوريثرال كانال او في اليورينري بلادر. فاللي بيحصل ايه؟ ان الجزء ده من الميزونيفريك دكت لازم يحصل له انكوربوريشن او ابزوربشن في الباك اوف ذا فيزايكو يوريثرال كانال. ازاي يحصل له انكوربوريشن او ابزوربشن؟ زي ما اتفقنا ان الفتحه دي توسع. الصوره اللي احنا شفناها ساعه الفيديو بتاع نبص بقى كده مع بعض، شفنا المنظر، شفنا ازاي الجزء ده من الميزونيفريك دكت وسع وبقى جزء من الوول اوف يورينري بلادر، عمل لي ترايكون اوف يورينري بلادر، وادي اليوريتر بقى فاتح بفتحه مستقله عن الميزونيفريك دكت، بقى فاتح دايركتلي اهو بقى في الفيزايكو يوريثرال كانال. يبقى كده الاناتومي مظبوط. وزي ما اتفقنا الحته دي من الميزونيفريك دكت اللي هتعمل الاجاكيولاتوري دكت، يعني في النهايه لازم ايه؟
تفتح تحت هنا، يبقى تنزل تكمل further migration. سوري بص بقى، تنزل هتكمل بقى النزول بتاعها لتحت. طبعا ده الترايبون، ادي الميزونيتريك دوك نزلت لتحت هنا علشان الجزء ده اللي هيعمل الايجاكولاتري دوك اللي بيفتح فيه الباك اوف بروستاتيك يوريتري. نتكلم بقى على الكونجينيتال انوماليز. اول حاجه، في حاجه اسمها بيرسيستنت بيتنت يوريكس. يعني ايه؟ احنا اتفقنا طبعا ان البيزايكوليسترال كانال بتبقى كونكتد بالالانتويز. الالانتويز بنقسمه لجزئين، جزء بروكسيمال بيعمل الايبكس اوف يورينري بلادر، وجزء ديستال اسمه يوريكس. اليوريكس ده بيقفل ويعمل الميديان امبيليكال ليجمنت، بيحصل له فايبروزز. طيب لو فرضنا ان اليوريكس ما قفلتش، فضلت مفتوحه، هتعمل حاجه اسمها يوريكال فيستولا. فيستولا معناها abnormal communication surface وما كده، ده معنى كلمة فيستولا. ما قفلتش خالص، هنبص نلاقي إن في فتحة بتعمل كونكشن ما بين اليورينري بلادر وما بين الأمبليكس بره، والفتحة دي طبعًا بتطلع يورين. تاني حاجة، تاني كونديشن اسمها يوريكال سيست. اليوريكال سيست اللي بيحصل إيه؟ إن اليوريكس بيحصل فايبروزز للبروكسيمال بورت بتاعها وفايبروزز للديستال بورت بتاعها، وتفضل الحتة اللي في النص مفتوحة، تبقى تعمل يوريكال سيست. اخر حاجه خالص، اخر نوع اسمها يوريكال ساينس. اليوريكال ساينس معناه ايه؟ معناه ان اللور بارت بتاع اليوريكس هيقفل، انما الابر بارت هيفضل مفتوح، وده اسمه يوريكال ساينس. اهو اليوريكال ساينس طبعا دي ما تطلعش يورين على فكره يا شباب، اليوريكا فيستولا هي اللي تطلع يورين، لكن اليوريكا ساينس دي ما تطلعش يورين. ما دي تطلع ايه؟ ممكن طبعا فلويد يتجمع هنا ويتجمع بقى، يعني يحصل فيه سكند بكتيريال انفكشن، فنبص نلاقي ان في فلويد طالع من الامبليكس ريحته مش حلوه بس مش يورين. تاني كونجنتال انومالي اسمها اكزيستروفي اوف ذا بلادر او اكتوبيا فازل. الاكزيستروفي اوف ذا بلادر دي معناها ايه؟ معناها يا جماعه ان في الحته اللي عند اليورينري بلادر هنا ما بيبقاش فيه انتيريور ابدومينال وول. يعني ايه؟ يعني ما فيش سكين ولا في ماسلز ولا في انتيريور وول اوف يورينري بلادر. بيبقى الميوكوزا بتاعه اليورينري بلادر وبتاعه الترايجون اكسبوزد على السيرفس. تخيلوا؟ يعني بلادر كانها مكشوفه، عشان كده بيسموها اكتوبيا فازايل. اكتوبيا يعني خارجي. سببها ايه؟ سببها انه لما بيحصل حاجه اسمها فولدنج، الفولدنج حاجه اسمها تو لاترال فولدز، بيبقوا موجودين، بيبقوا من على اليمين وعلى الشمال ويقربوا من بعض الانتير ابدومينال وول، يحصل لهم فيوجن في الميد واين. فلو ما حصلش بقى فيوجن للتو لاترال فولدز دول في الميد لاين، تبص نلاقي ان انا حصل لي ديفكت كده، بحيث ان انا الابدومينال ماسلز والسكين والانتير وول اوف يورينري بلادر مش بيبقى موجود في الحته دي، ونلاقي اليورينري بلادر exposed. في بقى نوع اشد من الاكزيستروفي اوف يورينري بلادر اسمه اكزيستروفي اوف كولواك. نفس هي نفس الفكره برضو، هي مشكله اكتر في اللاترال فولدنج. يعني لما بيجي المفروض ان البيبي عباره عن امبريوري ديسك في الاول، بيجي على يعني نفسه يعمل تو لاترال فولدز ويقابلوا بعض في الميد لاين ويحصلهم فيوجن. نفس الشيء هنا، نفس المشكله اللي حصلت في الحاله اللي قبل كده. امال ايه الفرق بقى ما بين الاكزيستروفي اوف يورينري بلادر والاكزيستروفي اوف كولواكا؟ ايه الفرق؟ ان الاكزيستروفي اوف يورينري بلادر هنا اليورينري بلادر هي اللي مكشوفه، انما الاكزيستروفي اوف كولواكا ده هنا الكولواكا اصلا ما اتقسمتش. يعني فاكرين بقى اليورو ريكتال سيبتم لما قسم الكولواكا لبريميتيف يورو جينيتال ساينس وريتو انال كانال؟ لا، هنا ما حصلش كده اصلا، هي عباره عن اوضه واحده كده ما تكونش عندي يورينري بلادر، والكلواكه بقى هي اللي اكسبوزد على السيرفس. احنا كده خلصنا الديفلوبمنت في الرينال بلادر.
هنخش بقى في تاني جزء ونتكلم على الـ development of urethra. أول حاجة هتكلم على الـ development of medial urethra، هو طبعًا بعد ما الكلوات اتشالت من عليكم فخلاص كده إحنا مش هنحتاج نتكلم على الـ development of female urethra، يعني خلاص كده مش هقولها، يعني أنا طبعًا ما كنتش أعرف، فالحاجات اللي مش مهمة خلاص مش هقولها لكم في محاضرة النهاردة، هنقول بس الكلام اللي يهمنا. نيجي بقى للـ development of medial urethra. دي الميليوريثرا. الميليوريثرا بتتكون من أربع أجزاء. طيب ماشي، هقول لكم الأجزاء في الوجه تاني. في حد طالب إن أنا أشرح الأجزاء في الوجه تاني، هقولها لكم. الاكزيستروفي اوف كلواكا هي نفس فكره الاكتوبيا فازايكا، تمام؟ نفس الفكره، ان لما بيجي الامبريو بيبقى الاول عباره عن امبريونيك ديسك، وبعد كده الامبريونيك ديسك بيبدا يحصل له تو لاترال فولدز، واللاترال فولدز يبداوا يقربوا مع بعض كده في الميد لاين قدام علشان يقفلوا لي الانتيرو ابدومينال، تمام؟ ففي مشكلة الاكتوبيا فازايكا انا كان عندي مشكلة في التو لاترال فولز ما قابلوش بعض في الميد لاين في المكان ده قصاد اليورينري بدر، فما عملوش سكين ولا عملوا ماسلز اوف انتير ابدومينال وول، ولا بقى في انتير وول بلادر، بقت المركوزة اوف بلادر اكسبوز. شايفين دي حتة الترايجون على فكرة. طيب الاكزيستري في كلواكا هي نفس فكرة الاكزيستروفي بتاع اليورينري بلادر، بس ايه الفرق؟ دي بقى نوع اكستنسيف مور سيفير، يعني هي نفس المشكله ان انا عندي والبيبي بيعمل لاترال فولد وبيجي التو لاترال فولدز يقفلوا مع بعض في الميد لاين عشان يعملوا انتير ابدومينال وول، برضه هي نفس المشكله، بس الفرق دي عن الاولانيه ايه؟ الاولانيه لو انا جبت كده الصوره من قدام، نبص كده نسترجع مع بعض الحته اللي قدام بتاعت الكلواكا، بصوا كده معايا الصوره دي. طبعا الكلواكه هنا كانت خلاص اتقسمت، دي الحته اللي هتعمل اليورينري بلادر، ففي الاكزيستروفي في اليورينري بلادر بيبقى ما فيش انتير ابدومينال وول ولا ابدومينال ماسلز ولا انتير وول في اليورينري بلادر، والترايجون بتاعي هو اللي باين على السيرفس. انما الاكزيستروفي في الكلواكه بقى نبص ايه، شايفين يا جماعه قبل ما الكلواكه تتقسم ثانيه، قبل ما الكلواكه اصلا تتقسم باليورو ريكتال سيستم، الكلواكه على بعضيها بقى في الحاله دي ما بتتقسمش، يعني اليورو ريكتم سيستم هنا ما بيقسمهاش بقى لي يورينري بلادر قدام وريكتم ورا، لا بتبقى اوضه كامله على بعضيها كده واكسبوز على سيرفيس، برضه ما فيش سكين ولا في ابدومينال ماسلز ولا في، يعني نبص نلاقي بقى ان الكلواكه دي اللي هي اوضه واحده على بعضيها مكشوفه على السيرفيس. ده بس الفرق ما بين الاثنين، لكن هما نفس الباثولوجي ونفس الفكره. نعم، سؤالك ايه؟ اليوريكال سيست مليانه بايه؟ والله ما قريتهاش، يعني ما قريتهاش، ممكن تكون يعني ممكن تملي فلويد بس يعني ما قريتهاش، ممكن اقراها لك يعني. هو في حد كان كاتب ان الصوت قطع، الصوت رجع؟ تمام يا شباب، تعالوا مع بعض بقى نتكلم عن الديفلوبمنت اوف ميلي يوريثرا. الميلي يوريثرا بتتكون من أربع أجزاء. البوست اللي موجود في الليك اوف يورينري بلادر دي بسميها بري بروستاتيك، والجزء اللي جوه البروستيت دي بسميها بروستاتيك يوريثرا، والجزء اللي موجود تحت البروستيت دي بسميها ممبرينس يوريثرا، والجزء اللي ماشي جوه البينس دي اسمها بينايل يوريثرا أو سبونجي يوريثرا، تمام؟ وطبعا الحتة اللي دايليتد اللي تحت دي اسمها جلانز. بص بقى معايا ايه الصوره دي يا شباب؟ دي صوره، طب دي صوره ايه؟ دي صوره البريميتيف يوروجينيكال ساينس، وهي بيفتح فيها الميزونيفريك دكت من ورا. وطبعا البريميتيف يوروجينيكال ساينس عشان نفتكر مع بعض بتتقسم لفيزايكو يوريثرال كانال فوق دي اللي هتعمل اليورينري بلادر، وتحت ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس.
والديفينيتيف يورو جينيتال ساينس هترجع تتقسم للبيلفيك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس وفاليك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. اوكي؟ وطبعا الفاليك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس مهمه، ركزوا معايا في الحته دي. الفاليك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس مدخول من تحت هنا بميمبرين اسمه يورو جينيتال ميمبرين. طيب انا هنا عامله ايه؟ انا هنا ملونه اليوريترا بالوان كل حته جايه فيها من هنا، واخدين بالكم؟ شايفين ازاي؟ ملونه اليوريترا كل حته بنفس لون الحته اللي جايه منها عشان نعرف السورسز اوف مين اليوريترا. فانا هبدا اول حاجه بالبريبروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريترا. لو نلاحظ كده من الصوره يا شباب ان البريبروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريترا واخدين لونين، صح؟ واخدين لون اخضر ولون بنفسجي. يعني معنى كده ان هما جايين from two sources. تعالوا بقى نشوف الفيديو اللي جاي، فيديو صغير كده علشان يبين لنا السورس بتاع البريبروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريترا طالما ان هما جايين from two sources. تعالوا نعرف ايه هما التو سورسز دول. بصوا بقى معايا، دي اليورينري بلاد، دي البريبروستاتيك يوريترا ودي البروستاتيك يوريترا. ده اليوريتر ودي الايجاكيولاتوري دكت بتفتح في الباك اوف بروستاتيك يوريترا. احنا اتفقنا كان عندنا كنال اسمها فيزايكو يوريترال كنال. الفيزايكو يوريترال كنال دي هتعمل اليورينري بلادر كلها ما عدا الترايبل، بس هي اسمها فيزايكو يوريترال، يعني مش هتعمل اليورينري بلادر بس، هتعمل جزء من اليوريترا. فهي هتنزل لتحت هتعمل البري بروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريترا، بس مش هتعملهم كلهم، هتعمل الانتيريور وول بتاعه اللي هو لونه اصفر ده. وكان عندنا ضغط اسمها ميزونيفريك ضغط. الميزونيفريك ضغط بعد ما عملت الترايبول اوف يورينري بلادر ميزودير هتنزل لتحت وتعمل الباك اوف ذا بريبروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريثرا. يبقى معنى كده ان البريبروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريثرا جايين from two sources. الانتيريور وول بتاعهم ده هيجي من الفيزايكو يوريثرال كانال ده اندودر، والبوستيريور وول بتاعهم هيجي من الابزورب مين ميزونيفر الضغط وده ميزودر. تمام كده يا شباب؟ يبقى تعالوا بقى نبص على الصوره، نبدا بقى نبص مع بعض كده. البري بروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريثرا الانتيريور وول بتاعهم هيجي من الفيزايكو يوريثرال كانال. تمام. طب والبوستيريور وول بتاعهم شايفين من الصوره هيجي منين؟ من الميزو نفرك ابزورب الميزو نفرك ضغط. طيب بعد كده اللور بارت اوف بروستاتيك يوريثرا والممبرينس يوريثرا، نبص هنا اللون مع اللون. اللور بارت اوف بروستاتيك يوريثرا والممبرينس يوريثرا دي هتيجي من part of definitive urogenital sinus. طيب نيجي بعد كده على السبونج يوريثرا او البينايل يوريثرا. بصوا كده السبونج يوريثرا او البينايل يوريثرا واخده انهي لون؟ يبقى هي جايه منين؟ جايه من الفاليك part of definitive urogenital sinus. بس لو نلاحظ كده من الصوره ان السبونج يوريثرا مش كلها واخده اللون الاورنج. اليوريثرا اللي ماشيه جوه الجلانز بيس دي مش واخده لون اورنج، يعني معنى كده ان الجزء من السبونج يوريثرا اللي ماشي جوه الجلانس بينس ده مش جاي من الفاليك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس، ده جاي من سورس تاني. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل دلوقتي على السبونج يوريثرا، بقى نتكلم عليها لوحديها. معلش هتفق معاكم على اتفاق، السبونج يوريثرا هو كان الكلام ده في كتاب السنه اللي فاتت، انا طبعا يعني ما بصيتش على كتاب السنه دي لان كنت فاكره ان ما اتغيرش، كانت متلخبطه جدا. كانت مكتوبه منتهى اللخبطه. فانتوا لو بصيتوا الكتاب دلوقتي وانتوا معايا ممكن تتوبوا، فخليكوا معايا عشان انا هقولها لكم بطريقه معينه. وبعد ما نخلصها اقروها بقى من الكتاب عادي هتلاقوها سهله. وانا كمان منظمه لكم كده طريقه. قبل ما اشرح السبونج يوريثرا هتكلم عن جزء مكتوب في الكتاب في الديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا.
انا مش هشرح الديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا كلها دلوقتي، هشرحها في اخر المحاضره، بس هتكلم على المقدمه بتاعتها دي لازم اقولها الاول قبل ما اقول السبونجي يوريثرا. ده عباره عن صوره الامبريو واحنا باصين عليه من تحت. احنا اتفقنا ان الامبريو من تحت مقفول بكلويكال ميمبرين، فاللي بيحصل ايه؟ ان الميزودرك اللي موجود حوالين الكلويكال ميمبرين هيتخن ويعمل تو كلويكال فولد، كلويكال فولد على اليمين وكلويكال فولد على الشمال. الكلويكال فولدز اللي على اليمين وعلى الشمال هيقابلوا بعض كلينيالي ويعملوا الجزء المنفوخ ده اللي اسمه جينيتال تيوبيك. طيب احنا اتفقنا طبعا ان الكلويكال ميمبرين بيتقسم نيورو جينيتال ميمبرين قدام وانال ميمبرين ورا. فلما الكلويكال ميمبرين اتقسم نيورو جينيتال ميمبرين قدام وانال ميمبرين ورا، فالكلويكال فولد هو كمان اتقسم ليه يوريثرال فولد قدام وانال فولد ورا. يبقى انا ورا عندي انال ميمبرين متحوط بفولد اسمه انال فولد، وقدام عندي نيورو جينيتال ميمبرين متحوط بفولد اسمه يوريثرال فولد. يوريثرال فولد ويوريثرال فولد على الشمال، والتو يوريثرال فولدز دول بيتجمعوا مع بعض كلينيكلي ويعملوا تيوبركل اسمه جينيتال تيوبركل. المرحله دي يا شباب اللي انا بتكلم عليها دي اسمها انديفرنت ستيج اوف اكسترنال جينيتال. يعني ايه كلمه انديفرنت ستيج؟ يعني بيبقى ميل او فيميل ليهم نفس الشكل ده. تعالوا برضو نبص على الانديفرنت ستيج اوف اكسترنال جينيتاليا من صوره ثانيه. بصوا معايا كده، دي برضو الانديفرنت ستيج اوف اكسترنال جينيتاليا. ده الفاليك بارت اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس، مقفول من تحت اسمه يورو جينيتال ميمبرين. دي طبعا الريكتو انال كانال مقفوله بانال ميمبرين ما تهمنيش انا. واليورو جينيتال ميمبرين متحوط بيوريثرال فولد على اليمين ويوريثرال فولد على الشمال، والاثنين بيقابلوا بعض كرينيالي ويعملوا الجزء ده اللي اسمه جينيتال تيوبك. طيب تعالوا بقى نتكلم بقى على نبص بقى على الفيلم الفيديو ده علشان هيوضح لنا بقى السبونج يوريثرا هتتكون ازاي. ده الفاليك بارت اوف ديفينيتيف يوريثرا ساينس، ده مقفول من تحت بين اسمه يورو جينيتال ميمبرين. اليورو جينيتال ميمبرين متحوط بيوريثرا فولد على اليمين ويوريثرا فولد على الشمال، والاثنين هيقربوا من بعض كلينيكلي ويعملوا تيوبركل اسمه جينيتال تيوبركل. اللي هيحصل ايه يا شباب؟ اللي هيحصل ان الجينيتال تيوبركل هيحصل له الونجيشن، هيدخل لقدام ويعمل حاجه اسمها فيلس. يعني ايه كلمه فيلس؟ الفيلس اللي هو الفيوتشر فيلس. بصوا كده معايا، يبقى ادي الفيلس اللي هو الفيوتشر فيلس. نبص عليه من تحت من على البنترال اسبكت. لما الجينيتال تيوبركل طول وعمل الفيلس شد على التو يوريثرال فولز بحيث ان هما وخلق جروب على البنترال سيرفيس اوف ذا فيلس، الجروب ده هسميه يوريثرال جروب. اليوريثرال جروب لو نلاحظ ان هو مش بيوصل لنهايه الفيلس، لا ده الحته اللي فيها الجلانز فيلس هو ما بيمشيش فيها. ده الجلانز هو ايه؟ مش بيوصل للجلانز فيلس. تمام؟ اللي هيحصل ايه؟ النيوروجينيكال ميمبرين هيحصل له رابتشر، هيفرقع. فده الفاليك بارت اوف ديفينيتيف نيوروجينيكال ساينس. احنا طبعا عارفين ان السيلز اللي فيه نوعها اندوديرم، فالاندوديرم اللي مبطن الفاليك بارت اوف ديفينيتيف نيوروجينيكال ساينس هيحصل فيه بلوريفريشن ويطلع بليت من الخلايا. اندوديرمال بليت هسميه يوريثرال بليت. اليوريثرال بليت ده بقى هيمشي في الفلور اوف ذا يوريثرال جروب، يمشي قدام 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 لحد ما يوصل عند الجلانز ويقف. واجيبه لوحدي. نبص كده، يبقى ادي اليوريثرال جروب اهو، ودول اليوريثرال فولدز،
وانا ابص عليه هنا من الفنترال اسبكت من تحت، وادي اليوريثرال بليت الاصفر ماشي في الفلور اوف يوريثرال جروف، هيمشي يمشي 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 لحد ما يوصل للجلانس بينس قدامه يقف. بعد كده اللي بيحصل ايه؟ ان التو يوريثرال فورمز هيقربوا من بعض، يقربوا من بعض، يقربوا من بعض لحد ما يحصل لهم فيوجن مع بعض على الفنترال سيرفيس اوف ذا فينس اهو، ويخلقوا الكنال اسمها يوريثرال كنال. طبعا انتوا شايفين اليوريثرال بليت هو كمان بيعمل ايه؟ بيلف على نفسه كده ويحصل له فيوجن، بحيث ان اليوريثرال كنال دلوقتي متبطنه بايه؟ نوع السلسله اللي مبطناها اندودر. اليوريثرال كنال بقى دي اللي هتعمل معظم الاسبونجي يوريثرا، هتعمل كل الاسبونجي يوريثرا ما عدا اليوريثرا اللي ماشيه جوه الجلانز بينس دي، كمان شويه هنعرف جايه منين. يعني معنى كده ان معظم الاسبونجي يوريثرا بتاعتنا اندودر. تعالوا بقى نشوف الكلام ده في الصور. بصوا بقى معايا، هعيد الكلام اللي انا قلته في الفيديو وهقوله في الصور. اللي هيحصل ايه يا جماعه؟ ان السوبر كان هيطلع، بصوا المنظر، طلع وخلق حاجه اسمها فيلس. ايه هو الفيلس؟ اللي هو الفيوتشر بينس. فلما خلق الفيلس شد على التو يوريثرال فولدز وخلق جروف على الفنترال سيرفيس اوف الفيلس، الجروف ده هنسميه يوريثرال جروف. دلوقتي انا هاخد ترانسفيرس سيكشن في اليوريثرال جروف علشان اشوف شكله اهو. يبقى ادي اليوريثرال جروف وده يوريثرال فولد اهو، وده ايه؟ يوريثرال فولد. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اليوروجينيتال ميمبرين اللي هو موجود هنا اللي قافل الفاليك بارت اوف ديفنت اليوروجينيتال ساينس هيحصل فيه رابشر. فلما هيحصل فيه رابشر ايه اللي هيحصل بقى؟ الاندودير، واكرر الاندودير اللي مبطن الفاليك بارت اوف ديفنت نيوروجينيتال ساينس هيحصل فيه بروليفريشن ويطلع اندوديرمال بليت، بليت من الخلايا اندوديرمال اوريجن هنسميها يوريثرال بليت. يوريثرال بليت هتمشي في الفلور اوف ذا يوريثرال جروف لحد ما توصل عند الجلانس، ما تمشيش في الحته بتاعت الجلانس بيس. دلوقتي هاخد ترانسفير سيكشن، شفنا المنظر. يبقى ادي اليوريثرال جروف ودول التو يوريثرال فولدز وده اليوريثرال بليت ماشي في الفلور اوف ذا يوريثرال جروف. تعالوا بقى نشوف نفس المنظر ده بس من زاويه ثانيه، حقن الامبريو وابص عليه من تحت اهو. ده الامبريو انا بص عليه من تحت، هنا الانال ميمبرين متحول بانال فولد. بصوا بقى معايا، ده الجينيتال تيوب، الجينيتال تيوبكل طول لقدام، فلما طول خلق حاجه اسمها ايه؟ فيلس. ايه هو الفيلس؟ اللي هو الفيوتشر بينس. فلما عمل الفيلس شد على التو يوريثرال فولدز وخلق جروف موجود على الفنترال سيرفيس اوف ذا فيلس، الجروف ده بنسميه يوريثرال جروف. بعد كده لما اليوروجينيتال ميمبرين حصل فيه رابتشر، الاندوديرم اللي موجود في الفاليك بارت والديفنتيف يوروجينيتال ساينس طلع بليت، اندوديرمال بليت اسمه ايه؟ يوريثرال بليت. اليوريثرال بليت في الفلور اوف ذا يوريثرال جروف، لو انا خدت سيكشن ده يوريثرال بليت. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ انا عندي يوريثرال فولد على اليمين ويوريثرال فولد على الشمال. اليوريثرال فولدز بتبدا تقرب من بعض، تقرب من بعض، تقرب من بعض لحد ما يحصل لها فيوجن مع بعض على الفنترال سيرفيس اوف ذا فيلس ويخلق كنال اسمها يوريثرال كنال. طبعا بصوا زي اليوريثرال بليت لف على بعض ولحم مع بعض، بحيث ان اليوريثرال كنال هي متبطنه بايه؟ باندودير. لو بصينا على اليوريثرال كنال من الجنب، بصوا معايا ايه دي اليوريثرال كنال. اليوريثرال كنال هقول عليها ثلاث كلمات. اول حاجه ان هي لاين باندودير، تاني حاجة إن هي مش بتمشي جوه الجلاند بينس، تالت حاجة إن الأنتيريور إند بتاعتها بلايند، بصوا مقفولة بلايند. طيب اليوريثرال كنال دي زي ما اتفقنا دي هتعمل معظم
السبونج يوريثرا ما عدا الجزء من اليوريثرا اللي ماشيه جوه الجلانس بينس. تعالوا بقى نشوف مع بعض الجزء من السبونج يوريثرا اللي ماشي جوه الجلانس بينس ده بقى هيجي منين. بصوا بقى معايا، ادي السبونج يوريثرا اندودر وبلايند ومش بتوصل ايه للجلانس. ده الجلانس بينس متغطي من بره بإكتودر. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الاكتودر اللي مغطي السيرفيس اوف جلانس بينس هيحصل فيه بلوريفريشن ويدخل سوليد كور اوف اكتوديرمال سيلز، هتخرم الجلان وتمشي فيه بالطول كده. بعد كده السوليد كور اوف اكتوديرمال سيلز ده هيحصل فيه حاجتين، هيحصل فيه كانالايزيشن، وبعد كده اخر مرحله اللي هيحصل كوميونيكيشن ما بينه وما بين الاندوديرمال بار اوف ذا سبونجي يوريثرا. يبقى معنى كده يا شباب ان السبونجي يوريثرا معظمها اندوديرم ما عدا الجزء من اليوريثرا اللي موجوده جوه الجلانس بينس، دي يا جماعه اكتوديرمال من اوريجن لان هي جايه من السيرفيس ايبيثيليوم. دلوقتي بقى الصوره دي ممكن تفضلوا السكرين شوت دي بقى انا ملخصه لكم عشان زي ما قلت لكم انا ما اعرفش ايه اللي مكتوب في الكتاب السنه دي، كتاب السنه اللي فاتت كانت اليوريثرا السبونج يوريثرا دي منتهى اللخبطه. فانا ملخصه لكم الديفلوبمنت اوف ذا سبونج يوريثرا في تو سلايدز. الكلام اللي انا شرحته مكتوب، اول حاجه فورميشن اوف ذا يوريثرا جروب ذا جينيتال تيوبر الونجيتس تو فورم ذا فينس ات بولز ذا يوريثرا فولز سو ذا فورم ذا لاترال وول اوف ذا يوريثرا جروب. The urethral group does not reach the distal part of the elongated phallus. الكلام اللي انا شرحته في الفيديو بيقف عند الجلانس. كلمه does not reach the distal part of the elongated phallus يعني مش بيمشي في الحته بتاعت الجلانس. تاني مرحله هي the formation of the urethral plate. The endodermal cells lining of the lumen of phallic part of different urogenital sinus proliferate to form the urethral plate. The urethral plate extends in the urethral groove، بيمشي جوه اليوريثرال جروب. ثالث حاجه formation of the urethral canal. The two urethral folds fuse together and close over the urethral plate to form urethral canal. بيقفلوا من تحت على الventral surface of the penis. The urethral canal ends blindly anteriorly at the glans penis. كلمه ends blindly ان هي مقفوله من قدام. بعد كده the terminal glandular part it developed by a cord of ectodermal cells grows from the tip of the glans. Finally this cord become canalized and communicates with the urethral canal. لو انتوا لقيتوا، انا لسه هبص على الكتاب النهارده هخلي حد يقولي، بس لو اي حد فيكم بعد المحاضره يبعتوا لي بس على الماسنجر على الفيس بس ابص عليه. لو لقيت اليوريثرا لسه متخبطه زي ما هي السبونجي يوريثرا يبقى انتوا ذاكروها بس من التو سلايدز، مش محتاجين اي حاجه. في حد بيسالني هي اليوروجينيتال ساينس البريمتيف يوروجينيتال ساينس. دي تبع تقسيمه الكلواكه بالظبط. مش احنا اتفقنا ان الكلواكه بتتقسم ليه بريمتيف يوروجينيتال ساينس قدام وريكتو ان الكنال ورا، فدي كانت تبع تقسيمه الكلواكه. وعشان انتوا برضو ما تتلخبطوش يا شباب، انا حاطه لكم في اخر المحاضره تقسيمه الكلواكه اللي كانت مكتوبه في كتاب السنه اللي فاتت، ممكن تقروها قبل ما تذاكروا اليورينري بادر واليوريثرا عشان طبعا هتتلخبطوا. اوكي، كانت من تقسيمه الكلواكه. فمعلش انا عارفه ان هي، انا ما اعرفش هم قالوها ليه، يعني هي ماشي انا معاكم ان الكواكه اصلا هي ما كانتش بتيجي ريتن، يعني في العادي هي ما كانتش بتيجي ريتن للاندر جرادويت، هي بتيجي ريتن للماجستير، ولا كان بيجي فيها ما اعرفش دي ولا لا، بس يعني كان ما اعرفش، يعني انا شايفه انا حاطه لكم التقسيمه ورا اقروها قرايه قبل ما تذاكروا اليورينري بلادر واليورينري. غير كده صراحه انا شايفه ان ده هيبقى كلام يعني وهم، يعني اللي احنا بنذاكر حاجات يعني مش عارفين الاسامي دي جت منين، فليه ليه صعب على نفسنا. طيب تعالوا بقى يا شباب، في حد بيسالني سؤال تاني؟
طيب البريميتيف يوروجينيتال ساينس. طب انا هرجع لكم تقسيمه الكلوكه تاني علشان لو انتم مش مركزتوش، بصوا معايا يا شباب، بصوا بقى معايا سريعا كده عشان بس نفتكر مع بعض تقسيمه الكلوكه تاني عشان ما ندوبش مع بعض. ادي الكلوكه اهي، دي الدايليتد كودال بارت اوف فانجا كودال الاوريجن الانتويز، ده الانتويز. هيجي سبتم هنا اسمه نيورو ريكتال سبتم، هينزل لتحت ويقسمها ل بريمتيف نيورو جينيتال ساينس وريكتو الى الكنال. وبعد كده النيورو ريكتال سبتم بعد ما قسم الكلوكا لبريمتيف نيورو جينيتال ساينس وريكتو الى الكنال، هقسم الكلوكا الممبرين تحت نيورو جينيتال ممبرين قدام وانا الممبرين ورا، تمام؟ طيب الميزونيفريك دكت بتفتح فين؟ بتفتح في الباك اوف ذا بريمتيف نيورو جينيتال ساينس. هطلع بقى البريمتيف نيورو جينيتال ساينس، هي كونكتد فوق الالانتويز وتحت مقفوله باليورو جينيتال ممبرين، هطلعها هي والميزونيفريك دكت بره. البريمتيف نيورو جينيتال ساينس هتتقسم بمكان لكل ميزونيفريك دكت لفيزايكو يوريثرال كانال وديفنتيف يورو جينيتال ساينس. وطبعا الميزونيفريك دكت فاتحه في انهي فيهم؟ فاتحه في الباك اوف ذا فيزايكو يوريثرال كانال. وبعد كده هرجع اقسم الديفنتيف يورو جينيتال ساينس، هقسمها مين؟ كلبك بارت اوف ديفنتيف يورو جينيتال ساينس وفانك بارت اوف ديفنتيف يورو جينيتال ساينس. الفانك بارت ده اللي كان عمل لنا ايه؟ معظم السبونجي يوريثرا، وهو مقفول من تحت الممبرين اسمه يورو جينيتال ممبرين. يبقى البريمتيف يورو جينيتال ساينس اتقسمت بمكان فتح الدخول الميزونيفريك ده لفيزايكو يوريثرال كانال وديفنتيف يورو جينيتال ساينس. وبعد كده الديفنتيف يورو جينيتال ساينس هنرجع نقسمها لجزئين، الجزء اللي فوق بيلفيك بارت اوف ديفنتيف يورو جينيتال ساينس، والجزء اللي تحت اسمه فالك بارت اوف ديفنتيف يورو جينيتال ساينس. الفيزايكو يوريثرال كانال بالالانتويز دي اللي عملت اليوريناري بلادر مع عدد ترايبون، والابزوربت ميزونيفريك دكت، وعرفنا يعني ايه كلمه ابزوربشن والانكوربوريشن، دي اللي عملت الترايبون اوف اليوريناري بلادر. والفيزايكو يوريثرال كانال دي ما عملتش بس اليوريناري بلادر مع عدد ترايبون، هتعمل ال الانتيريور وول اوف ذا بري بروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريثرا في المين. البلفيك بارت اوف ديفينيتيف نيورو جينيتال ساينس دي هتعمل اللور بارت اوف بروستاتيك يوريثرا والممبرينس يوريثرا، والفاليك بارت اوف ديفينيتيف نيورو جينيتال ساينس دي اللي هتعمل معظم اليوريثرا في المين. وطبعا بقيه اليوريثرا اللي ماشيه جوه الجلانس بينس دي جايه من الاكتوبر. تمام كده، وضحت؟ وضحت يا شباب اللي كانوا القسيمه؟ طبعا هي عشان مش مكتوبه عندكم في الكتاب، فممكن بس تلخبط شويه احنا كده ايه عشان نربط الحاجات ببعض. تمام، حد بيسال سؤال تاني؟ تمام، بصوا بقى معايا يا شباب، دي بقى تجميعه حلوه، تجميعه حلوه ليه بقى؟ ايه بقى التايب اوف جيرم سيلز اللي موجوده في الميديوليثرا؟ اكتوديرم ولا اندوديرم ولا ميزوديرم ولا الثلاثه؟ طبعا احنا سمعنا الثلاثه. اول حاجه البري بروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريثرا، دي فيها نوعين من جيرم سيلز، الانتير وول بتاعها اندوديرم لان هي جايه من الفيزايكو يوريثرا الكنال، والبوستير وول بتاعها دي ميزوديرم لان هي جايه من الابزورب ميزونيفريك دكت. طيب اللور بارت اوف بروستاتيك يوريثرا والممبرينس دي اندودر لان هي جايه من البلفيك بارت اوف ديفنتيف يورو جينيتال ساينس، كلواكه يعني اندودر. والسبونج يوريثرا دي معظمها اندودر لان هي جايه من الفالك بارت اوف ديفنتيف يورو جينيتال ساينس ما عدا الجزء اللي ماشي جوه الجلانس بينس، فدي ايه يا جماعه؟ دي اكتودر لان هي جايه من السيرفس اكتودر. يبقى معنى كده ان الميليوريثرا كلها اندوديرمال ان اوريجن ما عدا الابر بارت بتاعها الباك اوف ذا بري بروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك دي ميزودير من الابزورب ميزونيفريك ده، والجزء اللي ماشي جوه الجلانز دي اكتودير. تمام،
للكونجنتال انوماليز بتاعه الميديوز دي. بقى انا عايزه الفت نظركم ليها. يعني السنه اللي فاتت انا اتفاجئت في وسط المحاضره ان هم مش حاطين الكونجنتال انوماليز اوف ميديوز. انا مش عارفه بقى هم السنه دي حاطينها لكم ولا مش حاطينها لكم. anyway حتى لو هم مش حاطينها انا هقولها ليه، لان دي اصلا شغلكم اللي هيتخصص فيكم ان شاء الله اطفال وجراحه اطفال. ثلاث ارباع عمليات جراحه الاطفال ليها علاقه بالكونجنتال انومالي اوف ميليوريثرا. فاحنا ما ينفعش ان احنا نقعد نشرح يوريثرا ونقول فيها ويوريثرا البليت ومش عارف ايه. انا ما اعرفش هي عندكم ولا مش عندكم، مش موجوده عندكم. مش موجوده، فمعلش اعذروني. انا هقول لكم بس حته الايه، هلغيلكم الاكسبيديز دي مش مهمه. يعني انا هلغيلكم اللي مش مهم خلاص، دي مش مهمه. لكن صراحه الهايبوسبيديز دي لازم نعرفها حتى لو مش مطلوب في الكتاب. ما احنا بنذاكر الامبريولوجي من ثواني بس، الجهاز بس بيعمل عندي سيف، الجهاز معلق شويه ثواني بس. فرغم ان هي مش مكتوبه في الكتاب، هم شالوها من الكتاب، لكن دي احنا لازم نعرفها ان شاء الله. اللي هيتخصص فيكم جراحه اطفال واللي هيتخصص فيكم اطفال، ثلاث ارباع عمليات جراحه الاطفال هايبوسبيديز، فلازم ناخدها. انا شايفه ان كلمه هايبوسبيديز هايبو يعني تحت، سبيديز يعني شق او فتح. هنا بيبقى يا جماعه فتحه اليوريثرا، طبيعي ان اليوريثرا بتبقى موجوده فتحه في التيب اوف جلاند سبينس. هنا بقى بتبقى فتحه اليوريثرا موجوده على الاندر سيرفيس اوف ذا جلاند. بصوا ممكن تبقى على الاندر سيرفيس اوف ذا جلاند، او ممكن تبقى على الاندر سيرفيس اوف ذا بينس، او ممكن تبقى برضه تحت البينس بس ورا خالص، او ممكن تبقى كمان هنا الحته دي. طيب سبب الهايبوسبيديس ايه؟ سببها ان احنا طبعا عارفين ان التو يوريثرال فولز بيعملوا فيوجن مع بعض على الفنترال سيرفيس اوف ذا فيلس علشان يقفلوا ويعملوا اليوريثرال كانال. فلو فرضنا ان اليوريثرال فولد اللي على اليمين واليوريثرال فولد اللي على الشمال ما حصل لهمش فيوجن للاخر، يعني انا عندي يوريثرال فولد هنا ويوريثرال فولد هنا. معلش هشوف في حد بيسالني سؤال. السلايد مش بتتحرك يعني كده. السلايد واضحه شايفينها يا شباب؟ في حد كده السلايد مش بتتحرك، شفناها كده كده السلايد باينه. تمام بصوا بقى معايا، انا عندي ادي التو يوريثرال فولز، ده يوريثرال فولد وده يوريثرال فولد. فالمفروض ان الاثنين بيقربوا من بعض ويتحدوا ويقفلوا بقى يعملوا اليوريثرال كانال. طب لو فرضنا ان هما ما اتحدوش، في حد بيبعت لي حاجه معلق؟ طب ثانيه، هو المشكله ايه؟ المشكله ان انا بضطر علشان اشوف الشات بتاعكم، يعني انا ببقى فاتحه البرزنتيشن فول سكرين فمش شايفينها، علشان لما بسمع صوت التكه بتاعت الشات بضطر ان انا بطلع من الفول سكرين علشان ايه. امال ايه المشكله؟ مش معلق؟ طيب خلاص اوكي. فمعلش هي طبعا الشاشه كل شويه بتخفي من عندكم، علشان انا لما بطلع من الفول سكرين عشان ابص على الشات وارد عليكم فبضطر اطلع من الفول سكرين، فتبصوا تلاقوا الشاشه اختفت. لما تختفي دي علشان انا بفتح الشات ابص على الاسئله بتاعتكم. فزي ما احنا شايفين هنا التو يوريثرال فولز ما اتحدوش قدام كده، هنلاقي فتحه اليوريثرا تحت على الفنترال سيرفيس اوف ذا فيلس. فبتيجي الام بقى تقول للدكتور ايه؟ تقول له ده انا ابني لما بيجي بيعمل يورين ابص الاقي اليورين بينزل من تحت مش بينزل من التيب بتاع الجلاند. فتيجي انت بقى تكشف على الطفل تبص تلاقي ان فتحه اليوريثرا مش موجوده على التيب اوف جلاند، موجوده تحت زي ما احنا شايفين. طبعا دي بتتصلح عادي بعمليات جراحيه ان شاء الله. لما انتوا تروحوا رياده اطفال في الصيف وتخشوا عمليات ابريش هتلاقوا ان عمليات الهايبوسبيديز دي ما فيش اكتر منها، تتصلح على طول ما فيهاش اي مشاكل. فدي حاجه مهمه ان شاء الله لحياتكم العمليه ما ننساهاش. المنيو
دي برضو مش هنقولها. فيت اوف ذا فيزايك يوريترال كانال وديفنت يوروجينيتال ساينس مش هقولها لكم خلاص طلعت اتشالت من عندكم مش مهمه. تعالوا بقى نتكلم على بالتفصيل بقى على الديفلوبمنت اوف ميل اكسترنال جينيتاليا. في حد كان بيسالني حاجه؟ In the terminal port when there is no urethral groove in the genital tubercle. سؤال حلو، سؤالك حلو يا حسن. كاتب how is there hypospadias in the terminal port when there is no urethral groove in the genital tubercle. بيبقى ساعات موجود فيه، برغم ان ما كانش فيه urethral groove في الحته دي، بس برضه ساعات الفتحه برضه ما بتبقاش واصله للتب. تفسيرها صراحه ما اعرفش، بس انت معاك، ده سؤال حلو، برافو عليك. يعني مصحصحين معايا والله يا شباب. مع ان الواحد يعني بيحس ان يدي محاضره اونلاين في الامبريولوجي دي حاجه من الحاجات الصعبه جدا، الامبريولوجي ده صعب معايا اونلاين صح؟ لا. طيب. هو بيقصد ايه يا امين يا عليا؟ بيقصد ايه يا عليا؟ بيقصد ازاي ان في الصوره بتاعت، هقول لك هو يقصد ايه. بس هو يقصد ايه؟ بيقصد ازاي ان في هايبوسبيدياس هنا في الجلاند، يعني دي منطقيه ان في هايبوسبيدياس هنا ماشي منطقيه وهنا ماشي عشان اليوريثرال جروف كان ماشي هنا. هو يقصد ان ما كانش فيه يوريثرال جروف ماشي في الجلاند، فازاي هي فاتحه هنا يعني في هايبوسبيدياس هنا في الجلانز من تحت مع ان ما كانش فيه يوريثرال جروف. احنا طبعا قلنا ان اليوريثرال جروف ما بيمشيش جوه الجلانز فينس، مع حق، بس هي بتبقى الانومالي دي موجود. ممكن يكون ليها سبب تاني غير ان التو يوريثرال فولز ما اتحدوش مع بعض، يعني ممكن الهايبوسبيدياس دي يبقى فيها ثيريز كتيره وطرق كتيره بتحصل بيها يعني. تمام. طيب تعالوا بقى هنتكلم على الديفلوبمنت اوف ميل اكسترنال جينيتاليا. خدوا بالكم ان انا شرحت معظمه وانا بشرح اليوريثرا دلوقتي، جاست ان انا هعيد الكلام، يعني مش هقول كلام جديد، هنلاقي الكلام الجديد فيه قليل جدا جدا. ده عباره عن صوره للامبريونيك ديسك قبل الفولدينج. انا شايل الاكتودير وبص على الانترا امبريونيك ميزودير. ده الباكو فارنجيال ميمبرين وده الكلوكال ميمبرين وده البريميتيف ستريت. دي حاجه خدتوها كده انتوا في سنه اولى طبعا اكيد مش فاكرينها. اللي بيحصل ايه يا شباب؟ اللي بيحصل ان الميزوديرم اللي موجود في منطقه البريميتيف ستريت الحته دي هيحصل فيه مايجريشن ويجي حوالين الكلوكال ميمبرين يعمل بروفريشن ويعمل تو كلوكال فولدز. ده الكلام بقى اللي انا سمعته من شويه. بصوا معايا، يبقى ادي الكلوكال ميمبرين وفي حواليه تو كلوكال فولدز. جم منين الكلوكال فولدز دول يا جماعه؟ ان الميزوديرم اللي موجود في منطقه البريميتيف ستريك حصل فيه مايجريشن وبروفريشن وعملوا لي تو كلوكال فولدز، كلوكال فولد على اليمين وكلوكال فولد على الشمال، والتو كلوكال فولدز هيتحدوا مع بعض كلينيكالي ويعملوا جينيتال تيوبركل. في بقى لاترال للتو كلوكال فولدز هيظهر عندي تو سويلنجز، انذر تو سويلنجز اسمهم جينيتال سويلنجز، واحد على اليمين وواحد على الشمال. احنا اتفقنا طبعا ان الكلوكال ميمبرين بيتقسم ليورو جينيتال ميمبرين قدام وانا الميمبرين ورا، دي كانت مع تقسيمه الكلوكال. فلما الكلوكال ميمبرين اتقسم اليوروجينيتال ميمبرين قدام وإينا الميمبرين ورا، فالتو كلوكال فولدز هما كمان اتقسموا ليوريثرال فولدز قدام وإينا الفولدز ورا. يبقى أنا ورا عندي إينا الميمبرين متحوط بفولد اسمه إينا الفولد، وقدام عندي يوروجينيتال ميمبرين متحوط بيوريثرال فولد على اليمين ويوريثرال فولد على الشمال. والتو يوريثرال فولدز
هيقابلوا بعض كلينيكلي ويعملوا تيوبركل اسمه جينيتال تيوبركل. لاترال للتو يوريترال فولز لاترال ليو هيظهر عندي التو جينيتال سويلز. المرحله دي يا شباب دي بسميها انديفرنت ستيج اوف اكسترنال جينيتال، يعني الميل جينيتاليا زي الفيميل جينيتاليا. طب لو انا هعمل ميل، طبعا انا النهارده مش هشرح لكم الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الفيميل لان احنا في اليوروجينيتال سيستم، يعني هشرح لكم الحته بتاعت الميل. بصوا معايا بقى، ادي المنظر اهو، يبقى ادي الجينيتال تيوبركل وده يوريترال فولد على اليمين وده يوريترال فولد على الشمال، والمفروض ان في هنا ممبرين اسمه يوروجينيتال ممبرين، بس ايه هيحصل فيه رابشر. ورا عندي هنا ان الممبرين متحوط بيه ان الفولد على اليمين وان الفولد على الشمال، وده هيبقى مين يا جماعه؟ دول التو جينيتال سويتس. اللي بيحصل ايه بقى؟ هو الكلام اللي احنا قلناه في اليوريترا، مفيش اي كلام جديد. اللي هيحصل ان الجينيتال تيوبركل ده هيطول ويخلق الفيلس اللي هو الفيوتشر بينس. فلما هيخلق الفيلس هيشد على طول اليوريترال فولد ويخلق جروب على الفنترال سيرفس اوف ذا فيلس اسمه ايه؟ اليوريترال جروب. اليوريترال جروب اللي هو مشي فيه اليوريترال بليت والقصه اللي احنا قلناها في السبونج يوريث. بعد كده اللي هيحصل ايه يا جماعه؟ اللي هيحصل ان التو يوريترال فولد هيقربوا من بعض ويتحدوا مع بعض على الفنترال سيرفس اوف ذا فيلس ويخلقوا كنال اسمها يوريترال كنال. كده مفيش كلام جديد. الحته الوحيده بس اللي انا هضيفها جديده اللي احنا ما سمعناهاش، ان التو جينيتال سويلنز هما كمان هيحصل لهم فيوجن مع بعض في الميد لاين ويعملوا لي السكروتم. بس دي الحته الوحيده الزياده اللي انا ما قلتهاش وانا بشرح لكم السبونج يوريث، ان انا بيطلع عندي تو جينيتال سويلنز تمام، والتو جينيتال سويلنز دول هيحصل لهم فيوجن مع بعض ويعملوا السكروتال ساك. بس كده مفيش يعني حاجه جديده ثانيه تمام. طيب دلوقتي بقى عايزه اتفق معاكم، لو لقيتوا اليوريثرا متلخبطه في الميل يوريثرا او السبونج يوريثرا ازاي نذاكرها؟ او هنذاكر المحاضره النهارده ازاي؟ بلاش بس حته اليوريثرا، من اول محاضره النهارده هنذاكرها بترتيب معين. بصوا بقى، اول حاجه هنذاكر تقسيمه الكلوات. انا عارفه انها مش في الكتاب، هنقراها دي لازم، لان انا ما ينفعش اذاكر يورينري بلادر ولا يوريترا، انا كل ده مبني على تقسيمه الكلوات، كلها ميديكال تيرمز انا قلتها في الكلوات، حتى لو مش في الكتاب معلش نذاكر نعرف مكانها فين ونوع الجنسز اللي فيها وتقسيمتها تمام. لحد كده اهي موجوده اهي، انتوا ايه صوروها علشان هي مش في الكتاب، دي رقم واحد. بعد كده هنذاكر اليورينري بلادر وراها على طول تمام. يعني بصوا حتى كاتبين لكم ايه في اليورينري بلادر، بيقول لك ذا روتس اوف ميزونيفريك دكت اوبنز ان ذا فيزايكو يوريترال كانال، وهو اصلا شلك الكلوات اللي كاتب فيها كلمه فيزايكو يوريترال كانال. فيعني هي مهمه تقسيمه الكلوات لازم تعرفها تمام. رقم ثلاثة هنذاكر الكونجيتال انوماليز اوف ذا بلادر، دي ثلاثة. رقم أربعة هنذاكر السطرين بتوع الديفلوبمنت اوف ميل يوريزا، هنذاكر السطرين دول الأول تمام. وبعد كده قبل ما نذاكر بقى السبونج يوريترا، قبل ما نذاكرها نقوم ايه نخش على الاكسترنال جينيتاليا نذاكرها الاول. يبقى احنا ايه القاعده؟ ان احنا نذاكر الاكسترنال جينيتاليا الاول بتاعت الميل قبل ما نذاكر السبونجي يوريثرا، وبعد كده نقوم نذاكر السبونجي يوريثرا. طب هنذاكر السبونجي يوريثرا منين؟ مش هنذاكرها من الكتاب، هنذاكرها من التو سلايدز اللي انا عملتها لكم واللي احنا قريناها مع بعض، السلايد دي والسلايد دي تمام.
بعد كده الكونجنتال انوماليز اوف ذا يوريثرا، مش مكتوبه عندكم في الكتاب، ذاكروا بس الهايبوسبيديس، يعني ذاكروها من السلايد اللي انا حطها لكم. الابيسبيديس مش مهم، ما تعرفوهاش دي خلاص، دي مش عايزينها. دي كانت حاجه في الكلواكه كده اللي هي الديريفاتيفز بتاعتها، خلاص احنا مش عايزينها يعني، ولو انها سهله ما فيهاش حاجه. بيقول لك يعني ان الفيزايكوريثرال كانال بتعمل اليورينري بلادر ما عدا الترايجون، وبتعمل البري بروستاتيك والابر بارت اوف بروستاتيك يوريثرا في الميل، وكل الفيميل يوريثرا مش عليكم بقى دلوقتي. والديفنت يوروجينيتال ساينس، الحاجات اللي بيديها هي مجرد تجميع، يعني انتوا لو قريتوها ولا ما قريتوهاش مش مهم يعني. تمام يا شباب، احنا كده خلصنا محاضره النهارده، اتمنى ان هي تكون كانت سهله عليكم، وهنزل لكم البرزنتيشن باذن الله النهارده، واشوفكم في محاضره يوم الثلاثاء. شكرا جزيلا. حد عنده اي سؤال قبل ما امشي؟ العفو يا شباب، شكرا جزيلا. شكرا يا احمد، شكرا يا حسين، او منى، شكرا يا منى، العفو، شكرا جزيلا، العفو، العفو يا علي، العفو، العفو شيماء، العفو بشرى، Thank you.